طبعا تتجدد معاناة الشعب السوري وتستمر منذ عام 2011 بالدور التركي المناهض للثورة السورية. بدأت تركيا أولا بالحرب وتمويل تنظيم الدولة، تنظيم داعش الإرهابي، وتدريب المرتزقة على أراضيه لاستباحة شمال وشرق سوريا. هذه الحرب التي استمرت لسنوات عديدة كرست وتوجت أخيرا بقطع المياه، مياه نهر الفرات، الشريان والعصب الحقيقي لسوريا وبلاد الشام بشكل عام. النهر نهر دولي وإقليمي يمر بثلاث دول: دولة المنبع وهي تركيا، ودولة المرور وهي سوريا، ودولة المصب وهي العراق. هناك اتفاقات ومواثيق دولية تنظم وتنظم العمل وتقاسم مياه الأنهار الدولية والإقليمية. تركيا ضربت بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبحربها المستمرة على الشعب السوري والشعب السوري فقط، وبعد صدور قانون قيصر ومحاصرة الشعب السوري وتضييق الخناق عليه من الناحية الاقتصادية، بدأت تركيا بحجز مياه نهر الفرات بانية لأكثر من 20 سد على النهر، وهي ليست بحاجة لهذه الكميات الكبيرة من المياه، والتي فاضت عن حاجتها مما أدى إلى حدوث زلازل في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا نتيجة لضغط المياه المخزنة في السدود التركية. طبعا هذا الموضوع له أثر بالغ على الحياة الاقتصادية للمواطنين في سوريا وفي شمال وشرق سوريا. فالاعتماد الأول على الزراعة في منطقة شمال وشرق سوريا تأثر تأثرا كبيرا، المشاريع الزراعية يعني حتى مياه الشرب قلت. هذه حرب اقتصادية وسياسية مقصودة، هذا كله تحت سكوت وخنوع ورضوخ من المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والقوى العظمى والاتحاد الأوروبي، فهم سكتوا عن انتهاك تركيا واستباحتها للأراضي في شمال وشرق سوريا واحتلالها للعديد من المناطق والمدن. والآن يسكت المجتمع الدولي ويساعد تركيا على قطع مياه نهر الفرات، الشريان والعصب الحقيقي لمنطقتنا في شمال وشرق سوريا. من هذا المنبر، منبر اتحاد المحامين في الرقة، نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة ونناشد الدول العظمى الفاعلة في المنطقة أن تضع حد للانتهاكات التركية وطموحات الدولة الأردوغانية العثمانية. طبعا التاريخ يشهد للانتهاكات السافرة التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الشعوب العربية، والآن تحاول تركيا أن تعيد نفسها مرة ثانية كسلطنة للسيطرة على الدول العربية ودول الجوار بشكل عام. ونناشد الدولة السورية كونها هي العضو في الأمم المتحدة وعضو في جامعة الدول العربية بأن تتدخل لإنهاء هذه الحرب الاقتصادية على شمال وشرق سوريا.